رييكا، أكبر ميناء بحري في جمهورية كرواتيا. يبلغ عدد سكان المدينة 250 ألف نسمة. يعتبر ظهور المسلمين في هذه المنطقة في القرن السابع ميلادي، وتشير التقديرات الإحصائية اليوم بأن تعداد المسلمين في مقاطعة بروموورسكو غورانسكو حوالي 12 ألف مسلم، ويعتبر ثاني أكبر تجمع سكاني مسلم في كرواتيا. تعود فكرة بناء جامع في مدينة رييكا إلى عام 1959 ميلادي، وبعد نصف قرن منذ بداية الفكرة الأولى لبناء المركز الإسلامي وتخطي العديد من العقبات والصعاب، تمت الموافقة على أرض الموقع، وذلك في منطقة رويابيتسا بمساحة قدرها 10812 متر مربع. وقد وافقت الجمعية الإسلامية في رييكا على التصميم المعماري للمركز الإسلامي، وذلك حسب تصميم النحات الأكاديمي المشهور دوشان جامونيا. تم تصميم المركز الإسلامي وفقا للتراث المعماري والثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وبعد عدة أشهر من التحضيرات التفصيلية، كان ذلك اليوم الذي انتظره مسلمي مدينة رييكا ومسلمو جمهورية كرواتيا عامة، وذلك وضع حجر الأساس لبناء المركز الإسلامي، وذلك بتاريخ 13/2009، ويعد من أهم الأيام لمسلمي كرواتيا، وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الرسمية والعامة. وقد تشرف المسلمون في كرواتيا بحضور سعادة السيد أحمد المري حفظه الله وزير الأوقاف القطري السابق، مبعوث صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر حفظه الله وأيده بنصره، وكذلك حضور الرئيس الكرواتي ستيبان ميسيتش وعمدة مدينة رييكا ورئيس المقاطعة وسفراء الدول العربية وممثلين عن الحياة العامة والثقافية والدينية بجمهورية كرواتيا. وحضر هذا الحفل 7000 شخص معظمهم من المسلمون. وفي فبراير من عام 2010 تم التنظيم والتجهيز الكامل لأرض الموقع استعدادا لبدء عملية البناء، وبتاريخ 5 مارس من عام 2010 تم التوقيع على عقد البناء مع المقاول الرئيسي شركة جيبي كيرك، وذلك في المركز الإسلامي في مدينة زاغرب. وبعد 5 أشهر من حفل وضع حجر الأساس، وذلك بتاريخ 12 مارس 2010، تم تنظيم حفل الانطلاق الرسمي لأعمال البناء في المركز الإسلامي. كان التنظيم الجيد لأعمال البناء والعدد الكبير من العمال المشاركين في البناء قد مكن من الانتهاء من بناء السطح الأول، وبذلك البدء في بناء القباب الضخمة والمأذنة. وعشية عيد الأضحى من يوم عرفة الموافق 15 من نوفمبر من عام 2010 تم تركيب المأذنة وإنارة قناديلها، كما ترتب على ذلك الانتهاء من بناء الهيكل الخراساني. وفي المرحلة النهائية من البناء تجهيز البنية التحتية مثل الكهرباء والماء والتدفئة والتكييف وتركيب أرضيات المركز. وخلال عام 2011 تم الانتهاء من الأعمال النهائية للطرق المؤدية إلى المركز وتبليط الساحات الرئيسية والممرات، وكما تم تلبيس القباب بلوحات خاصة من الإينوكس وتجهيز محيط المركز وساحات مواقف السيارات. وفي الداخل تجري الأعمال النهائية من التمديدات وكذلك الدهان والباركيت وغير ذلك من الأعمال. ومع نهاية عام 2011 كان الموقع بدون منصات للبناء، مما جعل المركز يظهر بشكل جديد جميل، القباب ذات الخطوط الواضحة مع مأذنة بارتفاع 23 متر. بداية عام 2012 كان مخصصا للأعمال النهائية في داخل وخارج المركز. الارتياح العام لدى مسلمي مدينة رييكا في هذا العام هو فرحة انتظار شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح الأولى في المركز الإسلامي الجديد مع بداية شهر رمضان. وإن لم تكن الأعمال قد انتهت تماما، فسوف تقام فيه خلال شهر رمضان المبارك صلاة التراويح وصلاة الجمعة، ومع انتهاء الشهر الفضيل صلاة العيد. وبعد ذلك تستمر الأعمال للانتهاء من البناء بشكل كامل، والتي يتوقع الانتهاء منها بإذن الله في منتصف شهر أكتوبر من هذا العام.
الوصول إلى جامع المركز الإسلامي مشيا بالنزول عن طريق سلالم بانحدار خفيف من جهة الشمال من الشارع المنشئ حديثا، أو الوصول عن طريق الميدان من جهة الغرب. الميدان مكان للتجمع قبل الدخول إلى الجامع، مع إطلالة بانورامية على خليج كفارنر ومدينة رييكا. الولوج إلى الجامع من خلال الشرفة المفتوحة، والتي تم تشكيلها كمنطقة مغطاة أمام صالة المدخل، أو عن طريق درج واسع مفتوح، أو عن طريق المصعد الزجاجي الذي يصل إلى الطوابق السفلى. وبالقرب من المدخل يوجد مكتب للمعلومات، وكذلك مكان خاص لوضوء الرجال، مع خزانة ومرافق صحية ورفوف للأحذية، وكذلك درج يؤدي إلى المافلة الجاليري مصلى النساء. وفي الجزء المركزي لقاعة المدخل ستكون هناك نافورة، ويمكن توسيع نطاق الصالة بتحريك الجدران الزجاجية وإيصالها بقاعة الصلاة الرئيسية. المحراب باتجاه مكة المكرمة كمنحوتة معمارية تشكل التركيز على الأحداث الرئيسية والتي تدور في قاعة الصلاة. وبجانب المحراب المنبر الذي يقع إلى الجانب الأيمن بارتفاع بسيط. الطابق الذي يقع تحت الهضبة الرئيسية يشمل على قاعة متعددة الأغراض، ومدخل القاعة مع خزائن، مرافق صحية، مقهى ومطعم، ومكاتب إدارية مع مكتبة وقسم الخدمات، ويشمل على غرفة المرجل وغرفة المحرك ومقسم الهاتف ومنطقة وقوف السيارات المغطى. وفي الطابق الأرضي توجد فيه فصول دراسية للتعليم الديني، مع رياض للأطفال، وشقق سكنية للآئمة، وغرف ضيافة. ولاحتياجات المركز تم تأمين 78 موقفا للسيارات في المرآب الخارجي والداخلي. ومع استكمال بناء المركز الإسلامي في مدينة رييكا، المسلمين في مدينة رييكا والمناطق المحيطة بها سيحصلون على حلمهم الذي استمر نصف قرن. وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل باسم جميع مسلمي جمهورية كرواتيا إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله أعزه ونصره، أمير دولة قطر، صاحب الأيادي البيضاء، صاحب الخير والعطاء، فحفظ الله دولة قطر حكومة وشعبا في ظل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. فالخير بالخير يعرف، فإذا ذكر المركز الإسلامي بمدينة رييكا ذكرت معها دولة قطر، فحفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله عنا كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.